Planning الخطة. Never attempt to answer a literary question without first making out a plan. مثل ما حكينا بهذيك الليكتشر انه قلنا كان عندنا word plan، نحط بلان ببالنا ونحط كلمات ونبدأ نحكي بيها. Only by doing so will be able to make sure that you will answer the question closely. Once written, a plan should help you. البلان أكيد يعني should أكيد help you. راح تساعدكم greatly for you will know beforehand not only what you will write in each paragraph but how many paragraphs will be included in your essay. لما انت تحط الشغلات اللي راح تكتبها راح تطيق تنسق كم paragraph، يعني هاي الديتيلز مثلا هاي التفاصيل تحتاج 1 paragraph، هاي التفاصيل ممكن تحتاج 2 paragraphs. اوكي يعني بلان حطوا على نمبر 8 بلان. واخذتم انواع البلانز اعتقد بصف ثاني بالانشاء، عندكم وورد بلان هاي او تعملون هذه الدايجرام بلان، اكو انه يحط مثلا كلمة وهكذا يطلع منها اسهم انه على اساس هذه تخص كذا هاي كذا هاي راح احكي عنها كذا. فتكون a good way to make a plan to leave a wide margin on the left hand side of the page. هاي اذا انت تريد تكتب اسم تحط جو خط حاشية بصفحة على اليسار على left hand باليسار من الصفحة مالتك، وتكتب ال words اللي أو الفوكابولاريز اللي أنت راح تحكي عنهم بالباراجراف حتى تساعدك. In the left hand column يعني بهذا العمود الطويل باليسار you should write down any points that will help you to answer the question. These points may be written in any order as they occur to you. You may then order them correctly in the right hand column, dividing your material into clear paragraphs. Dividing هاي خلي خطوها dividing تقسم your material يعني الشيء اللي انت كتبته ال plans ما تخلي نقول into clear paragraphs إلى paragraphات. Cross out your plan neatly neatly يعني بدقة أو بأناقة يعني بترتيب مو أناقة with a single line when you have completed. So that it will be possible for your teacher to refer to it if necessary. أنا ما أحتاجه. Examine carefully the plans that follow, noting how they have been written. They are based on a question on Jane Eyre. أكو رواية اسمها Jane Eyre. طلعوها. طلعوها هاي Jane Eyre. وحقا كنت تكتبوا لي عنها إيسي. هاي خوش موضوع. Jane Eyre طلعها بالجوجل. اكتب بالجوجل Jane Eyre. هاي هذا العنوان. شوفوا راح أعملكم عليه triangle مستطيل. هذا. جين اير. جين اير هي رواية عن قصة كلش قصيرة يعني هكذا حتى الكتيب ما كتاب كلش قصيرة. طلعها بالعربي اقراها بالعربي عوف القصة شني انت من قريتها بالعربي خلاص صارت يعني مفهومة. رجع طلعها بالانجليش طلع السماريز مالتها. السماريز مالتها خلي تكون مثلا من 4 صفحات. هاي الاربع صفحات انت اكتب عنها باراجراف. اوكي ما راح اطلبها منكم هاي الاسبوع الجاي على بعد واحد اطلبها منكم بس حطوا عليها هون اكتبوا عليها واجب. هاي جين اير حطوها ببالكم. تكتب جين اير اول شيء بالجوجل طلعها بالعربي اسمعها سوري قراها بالعربي. تريد تسمعها اكو باليوتيوب تكتب جين اير تسمع القصه مالتها. اعتقد حتى هي يعني هاي الستوري كم مثلوها اعتقد بها مسلسل او فيلم هكذا شيء فيلم يمكن اعتقد بها. بعد ما قريتها بالعربي وفهمتها طلعها بالانجلش طلع السمري مالتها يعني الملخص مالته. ملخص مالته هو يعني كتاب أكيد ملخصه مثلا فد 4 صفحات أو 10 صفحات. أنت تكتب لي إيسي عنه تاخذ هكذا مقتطفات من كل باراجراف قرانه. كل باراجراف عن إيش يحكي هكذا بخط صغير أشر عليه اكتب هذا مثلا باراجراف عن كذا هذا عن كذا وبعدين رجع أنت تعمل منها إيسي يصير لك خوش موضوع أحسن مما تحتار. The subject give an account of the visit of the fortune teller. هاي راح تحكي عن السبجكت أول شيء. ده خوش القسم ال ideas تخلى الجميع بال left hand column. هاي كان عطالك مثال عن ال literary. هذا left hand column كان عطالك مثال. والبلان مالتك ها. هاي 61 هاي page 61 اكتبوا هون يمه مهمة. مهمة هاي.
هاي تحكي لك مشروع انت بتعمل ايه ساي. اول شيء asks هون هاي الايدياز الافكار اللي انا ممكن اجيب لك اياها بالامتحان افكار، وانت تعمل بلان، وهذه هاي كلها هاي الايدياز اند بلان تكتب عنها ايساي. فهو كان عطى المثال هون، كان عطانا هو جين اير هاي الرواية. راح نبدأ ايش نعمل؟ ideas asks for Jane، طلب جين، ماري انجرام، امي and لويسا اشتون، بلانش insists which is arrival، انه وصول، which is يعني ايشني ساحر، ماسون، جينز attitude suspicious، appearance of which ظهور هذا الوجه، وين ظهور؟ إذا تذكرون من قلنا مسز ريد بالغرفة المظلمة اللي مسز ريد حبست بها جين، reads her face crosses palm eyes forehead mouth مصطفى، انتبه على eyes و forehead و mouth. هون ايش عندك؟ راح يكون عندك هون description ضمن ال literary، يعني هون انت اكو هون ايش اعيد. اوكي عامر اعيد بيج 61. راح نبدأ نحكي عن بلان. هون ايش كان عطارك اكزامن؟ هون كان عطى مثال، يقول هذا المثال راح انت لك حتى تعرف ايش تعمل ideas و plan وتكتب عنه ايساي. ايش عندنا هوني؟ جين اير، جين اير هاي رواية. ايش كان كتب؟ ما قلنا هوني بالنهاية النقطة الثامنة، هاي النقطة الثامنة بالبلانينج الخطة، يقول a good way to make a plan، الطريقة الجيدة حتى تعمل بلان is to leave a wide margin الروف، يعني بالحاشية عريضة on the left hand باليسار side of the page. هاي هوني كن عافلك، هاي هذا كن جا خط هاي. وبعدين conclusion الخاتمة، لازم تقسم. انت من تقسمه عرفت عملت ايزاي، من ما قسمتها قد تركتها حطيته كله تلزق، ويعني وين ال important point، يعني ايش تعلمت لك من الايساي؟ لازم يكون تقسم، من قسمت عرفت ايش عملت. خليت هذا باراجراف اول شيء انتدكشن اللي هو يكون توبيك سنتنس، بعدين خليت الديفلوبمنت، بعدين خليت الكونكلوجن. وانا قلت لكم الفرق بين انتدكشن والكونكلوجن نفس الشيء، نفس المعلومات، بس الفرق انه غير كلمات تستخدمون. اوكي طبعا بالانتدكشن تبدا تحكي عن القصه، وبالكونكلوجن راح تنهي القصه. اعتقد جاني نوتيفيكيشن من عندكم، يعني البلان هي رؤوس نقاط ايه من الباراجراف من المقالة، ايه راح تكون هي يعني رؤوس نقاط. تمام subject to هذا نمبر بي، هوني معنا نمبر اي، هاي اي هاي بي. يعني انا من راح اعطيكم الهوم ورك، اسهل هوم ورك الاسبوع الجاي اعطيتوكم هذوك اللي هو تكتبوا لي difference بين الكواليتيز الابستراكت والكونكريت، وتحكوا لي عن ميجر وماينر كاركترز. الاسبوع اللي بعده راح اطلب منكم تكتبوا لي مقاله عن جين اير، هاي جين اير، والبلان اصلا موجود هي قدامكم، يعني الايدياز والبلان موجوده. انت بس شغلتك راح تعمل لي ايساي تمشي لي على هاي، يعني يو هاف تو فولو ذيس، يعني ذيس بلان. اوكي نمبر بي ديسكرايب ذا كاركتر اوف هيلين بونز، هذا ديسكريبشن ضمن الليتراري ايساي. هم عطى ايدياز وهم عطى بلان. الايدياز اشني؟ كونتينمنت illness kindness، هتشوفون هذول ال qualities illness مريض kindness advices Jane about Mrs. Reed punishment. هم غي يحكي عن Jane Eyre نفس الشيء. okay Miss Scatcherd history lesson first meeting with Jane clever Mr. Brocklehurst visit brave Mrs. Temple Miss Temple و death. آخر شيء ماتت هي. أول شيء شوفوا illness كانت مريضة، من هي؟ هيلين بيرنز. هيلين هذه هاي شخصية موجودة بهاي الرواية، رواية جين اير. هذه هيلين بيرنز هي شخصية موجودة برواية جين اير. انت من راح تقرأ الرواية من جين اير راح تلتقي بهيلين بيرنز. هون كان عطى المثال describe the character of Helen Burns، راح تبدأ تحكي وتوصل لك ideas، وانت عندك introduction development to conclusion. كم paragraph؟ ستة. هوني خمس paragraphات تكتب لي، هوني ستة. ليش؟ لانه هو البلان انت هو كان قسمها ستة. اول شيء number one ايش راح تحكي؟ شوف البلان عشان تتقسم.
هو هيلين بيرنز. منو هي؟ وهير كاركتر تبدأ تحكي عن شخصية ان جنرال كايندنس وكاريج وانفلونس اون جين. فأول باراجراف راح تحكي انه منو هي هيلين بيرنز، راح تبدأ تحكي عن هير اكاونت يعني سيرتها، development and the kindness and courage and understanding and cleverness. هي كلتها ال kindness وال courage وال understanding وال cleverness. اشنو هي؟ هسه اقولك مشنين هذول abstract qualities. هي انا شوفوا هذول بس موجودين تابعين هاي abstract qualities. هاي ليش abstract qualities؟ لان انت قد تحكي على account person's character. منو هي الكاركتر؟ هيلين بيرنز. تمام، هيلين بيرنز شخصية موجودة برواية جين اير. إذا تبدأ تحكي عن شخصية، لأن احنا حكينا قلنا عنا ميجر وماينر كاركترز، والماينر كاركترز ممكن تحكي عنهم abstract qualities أو concrete. concrete qualities تعرفون شنو؟ يعني اسم شيء معين، يعني مثلا car، سيارة، book، table، هاي concrete. concrete يعني شيء ملموس. أعتقد كن أخذتوه بالجرامر، الفرق بين ال concrete nouns وبين ال abstract nouns. يجوزناها السنة قبل سنة دكتور وعد الله، كان عطار جميع ال concrete اللي هي car، book، laptop، موبايل، غرض، غرض شيء تلمسه. أما ال abstract هو شيء غير ملموس، مثلا love، courage، kindness، يعني صفات شخص معين، فراح نسميها abstract. فهون كان أو نمبر 2 كان حكى عن الكايننس، يعني باراجراف كامل بس يحكي عن الكايننس. باراجراف 3 الكارج الشجاعة. كاركتر 4 سوري باراجراف 4 understanding. اوكي، وال 5 cleverness، وبعدين ال 6 الكونكلوجن اللي هي ماتت آخر شيء، illness مريضة ومات. هو انت تقسم البلان مالتك على باراجرافز. فمثلا انت في بالك هي ايسي، فأنت في بالك 4 إلى 5 باراجرافات أقل شيء، هي إذا أنت ما جاي على بالك تكتب. فتعمل 4 5 نقاط، كل نقطة تقول أنا راح أحكي مثلا عن كذا، راح أحكي بنقطة الباراجراف الثاني عن كذا، الباراجراف الثالث، وأنت من تروح الباراجراف تبدأ تطوره. بس المهم تجيب كلمات بهالجملة. بهالحالة كل قصة راح تصير فوق ال أكيد أكيد فوق ال 200 كلمة، قل لي 1000 كلمة، أكيد فوق ال 200 كلمة. إذا كل باراجراف فد 100 كلمة، كل باراجراف إذا مو 100 خلينا نقول 70 إلى 80 كلمة. أنت مو راح تكتب لي إنشاء، أنت راح تكتب لي إيساي. هو هذا الفرق، الإيساي عن الإنشاء. الإنشاء عادي كومبوزيشن من باراجراف واحد، اللي هو أنت كنا أخذته بصف ثاني، كنا أخذته بصف أول. الاستيعاب أنا من أعطيتوكم الكومبريهنشن، كنت أطلب من عندكم تكتبوا لي باراجراف واحد، أقول لكم مثلا ما أكثر من 100 كلمة، أكتب لي إنشاء عن هاي القصة. كنت أجيب لكم أنسين باراجراف باسجات، كنت أجيب لكم وأقول لكم اكتبوا لي باراجراف عنه إذا تتذكرون. فهذا الباراجراف، لكن الإساءة أكيد يكون فوق 100 كلمة. أنا أجيب لك فد 1000 كلمة، يعني بالفاينل قد أقول لك اكتب لي 1500، يعني 1500 كلمة على الأقل عن العين. يعني اليوم اللي يقول ايه راح يكتبون، حتى لو ما كتبت لي 1500، كتبت لي 1100، فاوكي انت عبغت الالف كلمة. تمام. بالنسبة واجب مال شخصيات، يا واجب مال شخصيات هو انت راح تكتب لي ال kinds of، هو الاسبوع الجاي انت راح تعمل لي ال kinds of characters. جيب لي كم نوع، اكو منكم راح يجيب لي نوعين، اكو منكم يجيب لي 4، اكو منكم يجيب لي 6. أريد أغشى على أنواع من الشخصيات. أنت يمكن أخذتهم المفروض بالرواية وبالمسرحية. كملي. أوكي، شنو المطلوب؟ مطلوب أشنو؟ بس اكتب لي جملة كاملة حتى أعرف. ست بس المثال مع الواجب الكاركترز نقدر ننطيه إشني؟ ننطيها من قلم أو قصة من فيلم؟ أوكي طبعا طيقين، فقط نذكر اسمهم واسم الفيلم والقصة. اوكي اكيد، خلينا ندبر 200. لا راح تدبره، هي شغلتك تدبر لي، هي لازم نبقى يوم كامل. لا ما تكمل، ما له يوم كامل، ساعة وحدي. لكن انا ليش انطيكم هوم ووركس؟ ما سألتم نفسكم؟
مليون مرة أقللكم. أنا ليش أعطيكم الهومورس؟ أعطيكم هومورس حتى إيدكم تاخذ، حتى تتعودون، ولهذا أقللكم اكتبوا. ليش إذا تذكرون باللينغويستكس، ليش اللينغويستكس هو بينو هومورس؟ هو ما بينو، بس أنا أعرف أنتم من باقي المواد ما تكتبون، يعني لا تكتبون ولا ينطوكم هومورس، فأضطر إيش أعمل؟ أعطيكم هومورس، أقولكم يلا حلوا لي الأسئلة. لكن أنا ما أعرف جواب هاي الأسئلة، أكيد أنا أعرفه، لكن أنا من أقول لك اكتب لي وحل لي هاي الأسئلة وأقعد أصحح وحدي وحدي. يعني أنت عددكم خلينا نقول المعدل 50 إلى 60، أقعد أصحح ورقة ورقة. ليش؟ أنا أعرف جواب الأسئلة، بس أنا أريد أعرف أنتم إيش جاوبتم، يعني أريدكم تكتبون. انطانا هالواجب قبل 2 سنين، أوكي معناتها جيبوا لي هو هسه. أيوة هالشكل عايز يسهل علينا الحفظ، وهالسهل حتى نضيق نكتب. أوكي تمام، راح نكمل page 62. شوفوا ايش عندنا. page 62 نوع من انواع literary essay، راح يحكي عن مثال. منو عندنا؟ مثلا عندنا هيلين بيرنز. The essay that follows is based on the second the two plans given above. هاي ال plans اللي أتكم فوق موجودين A و B، plan A و plan B. Okay, هاي above. Read it carefully, noting how it has been written. شوفوا عشان راح تنكتب. حكينا على هيلين بيرنز. هيلين بيرنز هي one of the characters of جلت على رب العالمين. شوفوا عشان عندي هوني after a long illness، بعد صراع طويل من المرض. Helen was able to meet death with the same calm acceptance that faced the life.